السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم أسوي عن البارح، شوي أحف، شيء براد، شيء مهيب، لكن هم بارد شارات البارحة. أمس هالوقت تقريبا بقولهم 30-31 درجة الحرارة، أظني اليوم 33، يمكن لأني ظاهر مصور مخر ولا شو ظنكم، أظني تصويري مخر. أمس قبل هالوقت بنص ساعة تقريبا أنا مصور 7:30-8 قاصر زايد شوي فوق تحت، يمكن حد جاي لنا. يلا بصباح خير، حد جاي ولا حد ظاهر؟ المرأة ما عليه شر اللي بيصير واللي بي حياها الله. يقولون هالكويت البعيد يقرب والقريب يقلط، أي يتفضل. البعيد يقرب والقريب يقلط. من متى انت متشلبح فوق؟ خرب الله نزيغني، ما شاء الله عليك. انا قايل له ابو يدهن اللي يشوفن يشوف المغوفر، ما شي عندي مغوفر، لكن شي عندي مشويص. المشويص هذا ما حصل نبات فيه خير، اللي ما حصل في الحين السنه بخبركم. الحين توهقنا، طالعت اعماركم طاح، يتنا نصيح من جماعة وسرنا عليها ان حطوا الشيء الفلاني، هذا شيء نحن ميربين. انا ما اروم اطري، لكن هبنا ما اروم اطري، ما اريد اطري يعني ان يربوا الشيء الفلاني. والله ويربنا ويربت في خيار النخل، والله ما شيء في ناتج. نحن كل سنة ننب التنبيت العادي اللي روحنا النبته، ناخذ من السوق ولا من صاحب الصديق الفحال وروحنا النبت، نحط حق الخلاص 15-17، نحط حق الفرد ونحط حق الخنيزي، يعني على كل نخل وحسب قياسه. والسنه يا ناتا قالوا والله حطوا من الشيء الفلاني، هذا موجود وزاهر. والله يا ابو هي لان لا قلت حق حد حط ولا نعتب، قلت روحي انا ما يربته، واشهد ان شافوني اللي معطاينه، واشهد ان ساره وخذوا حق مزارعهم وخينهم. والله يا ابوكم اتصلوا ويعايروني، قلت ابوي انا ما قلت لكم اخذوا، انا لا قلت لكم اخذوا، انا روحي ما يربته. عن ابوه صبروا لان العرب تعرف علم اخبرت يربه. والله يا ابوكم كلهم، كل اللي خذ كل نسبه وكل نعذرب فيه. وتوهقت انا وهقه، عزمت انا محطوط ابوي في التعذري في قائمه المعذربين، هو السبت شو المنتج هذا. عيل والله يا ابوكم لا قلت لهم اخذوا ولا قلت لهم تاخذون، روحي انا ما يربته كيف انصحبه. هي والله ومره ما سرني لا انا ولا غيري، وكل اللي خذوا ما حد يازله. ادور حد شكر عليه قال زين هاللي اللي انت خدمنه يا ابو محمد، كلم اتصل يا عدر. انا الحمد لله استعملت النخلي تقريبا 20-30% من نخل خارج البيت، تقريبا حطيت حوالي 25 خلة نبتت بالطريقه هاي اللي هم قالوها. والله يا ابوكم هناك هاكوها يدوني عقونه، يدوني عقونه، ليت الاقرب يهوش مشويص وشيء على كبر حبة القهوة وشيء. شو بقولكم، واللي تنبت تنبيت العادي من نبات الجماعة والصاحب والصديق المتعارف عليه التقليدي، والله يا أبوكم ما شاء الله بتشوفون الحين خلاص يوم غايت من يبشر بتشوفون شيء عجب غادي. اللهم لك الحمد، إرادة الله، هذا وين الله كتب النصيب، هذا أبوي مفروغ النصيب منهن، هاي اللي ما الله كتب فيهن بخات السنة. يلا احنا نمسخ خلاف ترى صلاح، بعد صلاح تاخر اليوم ما ينترى بشو تحت راسه. هذا السؤال يتكرر يوميا 100 مره، تخيلوا بلاك ما تصور عيالك وهلك في البيت، يعني في حد في الدنيا العودة في حاسيه يصور اهل بيته؟ نحن ابويه على مستوى دولة الإمارات كلها، نحن من الغباء المحافظة، نحن كلها دولة الإمارات ما حد يظهر هله، ما حد يظهرون هلهم السبور يعني السفور. نحن أبوي عيشتنا في الإمارات كلها ناس أبوي عوائل محافظة يسوونها، يعني ما حد يظهر شوفاته ولا يظهر عياله ولا يظهر بناته ولا يظهر أمهاته ولا يظهر خواته ولا عمات ولا يظهرون الياهل. ياهل بعد عمر 2-3 سنين 5 سنين لين 10 يمكن.
فوق العشر ما حد يظهر أبوي، أنا ما عندي حد يظهر. عيالي أصغرهم 18 وأكبرهم 32، كل حد أبوي عنده حياته وعنده يصور عمر روحه، البنيات يصورون بنات حق عمارهم، والشباب يصورون حق ربعهم وصدقانهم وحريمهم. حنا مو يعني نحن غير، ما أدري هل أسأل عن المشكلة لا بودية ولا بوديتين، كم ودي ودي هالأسئلة في اليوم 100 مرة هي السؤال. أنا يعني علي منو انت؟ شكرا شكرا. ما أدري ما أدري ما أدري شو اللي أرد، شو الرد راح يكون حق الشخص هذا، أنا ما أدري. كتبت له يوم انتبهت أظهر هلك خبرني، ما يندرى كم بحرمة أصلا هذه، حتى لو حرمة حتى صلاح قال هاي يلا. السلام عليكم. تمام. صباح الخير. خير. How are you؟ زين. طبعا أنا داخل ونسيل الخيمة. الخيمة. خير إن شاء الله حبيبي إن شاء الله يلا. يلا الحين بجيبها. ولا مسلسل هدو تراه وياكم هدو ياكل عشاكم هدو، بس أنت هاي شغلك أنت، بس لو يا الحريمات ويا الحريم محيحو أخ أخ عليك هذيك الحمام. ما انا لا يدي هذا اخ عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ادخل مرحبتين معضدين لك. صاحي 16 انا حق سيارات شرق وغرب تروم، بس وادر انكم يمشي انا ابو هي. ها صلاح حبتي يجلس على كرسيي هذا هني، انت هني ولا هني؟ عدالي اول قديم هذا قديم برايي لو قديم برايي عايبني. وين ورد اليوم؟ ما شيء ورد؟ نو 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 فلاور؟ وين الدل اليوم؟ وين الدنيا؟ ها؟ وين الدل؟ الدل الدل وين؟ هوا؟ يلا ثانك يو يلا. لا صلاح خله خله نحن شغلين تم ترى المكاتب يجي. ها متعني ومصرف. وين سرتوا؟ والله راح بس سعدكم خلف. لا ها إذا بلا ليش ما صرت حقهم خلف انت اليوم؟ نسيت نسيت بسيروا العصر. ها انا اليوم العصر بتيني لو هبي هاي مو معرفة ايوه انزين على كيفك حبيبي. شباب بدي اخوي شباب بدي انا ما البارحة بدرية؟ لا انت ما رسلني من عندها البارحة؟ لا ولا طيارة طيارة من لي ايه على حظم على ان شاء الله حبيبي. اليوم الله يحفظكم وين بسير اليوم؟ بسير وين قاعد؟ بسير الله يسلمكم، عندي شغل في بنك دبي الاسلامي، وعندي طالة عماركم شغل في مستشفى خليفة في أبوظبي اللي مشاهد زعاب، هناك عندي شغل مكاني وإن شاء الله أني بخلص إذا الله راد. لكن أي لسنين الساعة 10:30 11 متى بخلص؟ اللي واد بسير أبوي اللي من غير عندهم اجتماعات عندهم أشغال نسرت المكاتب ما بلقطهم يا عيال الحل. السلام عليكم. السلام حي الله حفيظ. وليش ما تسلم على الرئاسة سيدة؟ لا كيف يعني تسلم عليه وتصادم؟ الله أكبر عليك، أنت لو جاي صاحي بتسوي اليور، أنت لو جاي صاحي بتسوي يور منك. الله أكبر. الحين تعطي بخشيش وتقول لي سوري؟ شو خلاص من هالرباط اللي داخل ربط بيزات؟ زين صبر أول شيء أعطى 10 ربيات. وما 100 بس. زين أعطى 100. 100 100 100. أعطوهم هذا بابا. يا سلام يا سلام. شو اليوم؟ ما ها قلت لك مبشر تقول لا بالله تكنتي النحيس ادري بها انا ادري بها انا مبشر ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الله يحفظكم يا يتني من عند علي بن عباس الفهيم. علي بن عباس الفهيم عنده من هاي عندهن خله في مزرعته اللي في اليبل مقصوص. كلام هذا قبل 20 سنة زين، وتحتى صرمتين ورمس أبو خليفة. قلت له الله الله في أبو خليفة
خاطري صرمه من هالصرمه اللي عندك. والله ما بفدمين ابو خليفه. في نفس اليوم قاصنها قال لي لو بيجيني اغلى الناس والله ما شافه ولا روح لي حتى. يا غير هاي وحده لكنته ووحده حق فلانه. وحده لكنته وحده حق فلانه. الله يغفر لها ويرحمها. وعطانيها وزرعتها في بيت العين. ويت السوسه. وكملت ما ادري كم وتعبان وحصلان وعندك ودونك وسويت لها بصره. سويت لها بعد شو بخبركم شو اللي سوى بخبركم شو الطريقه اللي انقذت حياتها الصرمه العود انخلت استوت عاشت تقريبا 8 سنين 10 سنين او اكثر بعد في بيت العين. حول 12 سنه والله عاشت وناكل من طرفها كل سنه وعلى ما تشوفون على ما تشوفون هذا بسرها ما بشرت هاي بعد ما بنجورن ليش قف ليش شو هذا يخرفون ابوي ليه مجورن ليه مجورن ها منوص هذا يخرفون تخرف حينه بسر حينه تاكله هذا لا هذا شوفي ها هذا ما في حرمان تنين ثلاثه حبه هذا بوز حبه حبه بيه نطلع ايوه بارك الله فيك شكرا شكرا والله راعي بصره يا سلام هذا وبسرت تحرها الشكر تتكرر تحرها ناري سبحان الله حبته وش بعود هذا قيضه تقيض ويا الخنيزي هي لكن هي ما بخنيزي ها من نخل المدينه شو حبيبي تبى هذا من صار من المدينه المنوره هي من سنين عند ابو خليفه وعطاني وحده جزاها الله خير حنبل اشوي تصبر اشو راوني يبي جاي من وين هذا اي وحده اكل هناك كبير العود اللي هناك عند الباب مره كله زاهر بس واحد لا هذا لا بعض هذا كله اي ثلاثه حبه بس لا والباقي هم منها هي العوده سويت تست انت رطب هنا تست واحد حبه هناك ما شاء الله نمبر 1 نمبر 2 يلا رقم واحد لا. بس هذه بعد واحد يلا تعال 1 2 ايوه يلا تمزر اللغب مزار يمسك الحمد لله رب العالمين ها صلاح فنانة رقم واحد العافية حبيبي ود هذا أبوي كده هناك ود رطب هناك أبوي أنا ما في جتني ردود أفعال وايدة بخصوص الكلام اللي توني نزلته اللي يقولون نحن أني ونشوف ونشوف هي نعم الإمارات العربية المتحدة فيها 200 وشيء من الجنسيات 200 وشيء من الجنسيات وحدة بتلبس عباة معناتها هاي من هالدار في أمريكيات يلبسن عبية إنجليزيات فرنسيات إيطاليات مصرح ما بعيب ولا بممنوع هذا اللبس يبتاع في الشوارع في الأسواق واللي تبى تلبس تلبس لكن مش معنات كل من لبس سفرة وعقاب استوى مواطن وكل من لبس عربية غدا رجال ما حد ريال عنه وكل من حط الخنير وشل الكتارة ويال وتحويل غدا هذا يركب الخيل واجب هذا يرد الطرشة هذا بيما بعند شيء وهيده أبوي فرق مجتمع الإماراتي شعب مجتمع محافظ محافظ بكل ما تعني الكلمة من معنى عبي وشيل وحشمة ووقار ودين السعيد هاللي تسوي اللي في السير واليي حب لازم تكون مواطن هذه ولا يكون مواطن هذا اللي تشوفونه ينقز على كراع شرق وغرب نحن عياله ما شاء الله بسفرهم وعقلهم ونادر تلقط حد حاسر ونحد صار حاسر ترى شباب صغيرون يبيض يتفرج ما بعيب ولا بمنقود لكن عيالنا ما يسوون الشيء الغلط انه يعني يحطون يتشبهون بالاجانب لدرجه الشيء ياخذون ما بغلط تاخذ من ثقافات الدنيا كلها لكن تاخذ احسنها ما تاخذ الشيء السيء ما تاخذ العادات اللي مبزينه لا عاداتنا وتقاليدنا من استوت الدنيا لليوم عوائلنا كلها محافظه في دوله الامارات انتم ما قلتوا نحن نصير مراكز القران البنيات يصيرن اغلب المدارس الحين من تسكر
بنات العوائل كلها تصير مراكز تحفيظ القرآن وما شيء كثرًا ما أشوف حد يطريهن هاي اللي يصير محافظ مراكز تحفيظ القرآن، ما أشوف حد يطريهم الشباب هاي اللي يزورون مراكز تحفيظ القرآن، ما أشوف حد يطريهم اللي يشتركون في الأندية بالرياضات وسباحة وخيل وفروسية، هذا كله متاح يغير إعلاميًا مبهور إعلاميًا ما أشوف حد أنا يطري هذا الشيء، يطرون يوم يشوفون حد أبوي مسوي شيء بسيط اللي هو نقطة من محيط هذا تبه العرب وانقوض مزروبة الدنيا آزمة وخطر عليهم يعالجون بنديره قدام باب بيته الفقيرة هاي اللي سوت شيء بسيط. من عيوب الناس نتفكر ومن عيوبنا نتستر، من عيوب الناس نتفكر ومن عيوبنا نتستر. أحيينا أشوف نزلي فوق من بشوف أنا هاي يوم أقول لك المحلة اللي عليه رضوان من الله هذا محلانا نحن تنفخه تسك ابوي بسير يومين، القرص تنفخه يسك بسير يومين، عباره عن مريس وبيضتين ومذكور ابوي حاط مذكور استغفر الله يعني حاطينه في على اليوتيوب موجود طريقه المحله طريقه خدمته وطريقه شره وش قال يخدم وش قال ينعين وش قال كل هذا موجود على اليوتيوب موجود الله يحفظكم على انستغرام بلاك انزين بخبركم عن سالفة الصرمة اللي من عند ابو خليفة علي بن عباس المرادية التسوسة غفلنا عنها هي في بيتنا اللي في المقام كانت وهي ابدا طول الرجال ناهيك عن اليامعة خلي اليامعة اللي يدعي روحه طول الرجال عطنيها صرمة بالغة يعني بحرمة تثمر في تحتمها يا ابو خليفة الله يحفظه يبارك فيه ما يعطي شيء إلا شيء واثق منه أنه يعني بيتم ما يعطي شيء مجازف حتى يوم بيعطي الصرم ما يقص الصرم لصغار يوم بيهدي ولا بيعطي ولا بيجسم ولا صاحب الصديق يتنقى الزين المرأة اللي بالغ يعني اللي يحس أنها عاجدة وبتضرب ويقصها على الموسم لو حتى حد مهما يكون غلاته يقول الحين قص لي يقول لي لا أقصها وتعقها كشرة لا بقصها على الموسم أبو خليفة بارك الله فيه ما شاء الله عالم من علماء علم النخيل في الدولة الأمرار طالت عماركم يتسوسة وإن خردت خلت يدعها كله شفت المشخلة هالنمون اللي يدع من تحت من العروق لين متر هذا أبدا من تدفرها الصرمة بطيح لكن فوق خضرة والله ويتني بصرة لبسناها تاير وين السوس لين نص هذه الصرمة وقرينا ويه التاير وعقبنا فيها بحبال وحطينا تراب وعزمنا ما نسجيها تحت وين العروق نسجيها وين في نص الخلة وين العروق وين التاير لين كملت سنة سنة ونص وشلكم ضربت بعرج ضربت بعرج في التاير هاك اليوم ما شيء سناب غميضة ولا كان صورت لكم إياه ونحولها بتايرها وزينا زرعناها عند باب بيتنا هني في ابو ظبي شوف رب العالمين يوم الله يريد لها الحياه وانتشت وغدت ابدا عوانا الحين شوف يوم الله يكتب النصيب اين المسجد؟ انت تصلي؟ لا بانيان انا بعد اللي يسال عن المسجد ليش يعني واي شو سبب؟ اقول لكم دلخ اين المسجد؟ انت تصلي؟ لا بانيان انا بعد اللي يسال عن المسجد ليش يعني واي شو سبب؟ صباح الخير خالدي هاي خد شيرتك هذي بس الفرق اللي حطناه انت حطيته في شو اسمه في القوطي احنا في الارض هذا عيدانا يلا الله يطرح لك ان شاء الله البركه هذه وحدة هنا شو رأيك هم بتنا وصلت المشرف عاد هنا حينه وين ساير بساير بيت عبد الله بن الشيبة أقول لكم هذا بيت حياة منو بيت حياة النجم بيت حياة النجم شوف الهم بهاش قامت عظمة حتى الهم بيحب المطاوعة حتى الهم بي يحب المطاوع بيموت الهم بعد المطاوعة يتخبر الهم بعد المطاوعة شوفوا الشيرة اللي تحب المطاوع أكثر شيء الهمبة والانخلة واللمبوة
لمبو اللي هو هالبحرين يسمونه لمبو بمبر بالسناسين. هي والله بيتخبل بيتخبل الهمبة على بيوت المطاوع بالأخص متخبل في بيت حياة النجم يعله الجنة. والله يا أول في بيت النجم يعله الجنة لوزة لو شار حمدها لوزة حجمها طول الكف شكر ريج ما روان ساحلين اليوم حلقة من 40 سنة. الله يغفر له. صرت والله عندي لي حاي في مستشفى خليفة والله يبوكم اني حط وحط 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 لين هذا منه رديت وضحت عيست وانا ادور وقف نص تانكي بوي سيارتي من البترول بترول سيارتي عبر نصه والسبلة ادور باركن عيل باركنات ما شيء كثرهن الاف كان كلهن مزرات اللي قدام مستشفى خريف الباركنات مزرات لين عينها لين عينهن مزرات الباركنات مواقف ما مقصرها الحكومة لكن يميع السيائير آلاف عنبو من تظهر السيارة وحدة سيارة وحدة تظهر أظن من المراجعين وراها ألف يتريون عسب يدخلوا مكان السيارة هاي الوحيدة عنبو يجسمون بيزات في المستشفى حد يجسم صدقة حد يعطي بيزات حد يجسمون أراضي شو الموضوع ما بقولكم أني سارح الصبح الضحل عالي شوي قبل ما يدن الظهر سبحان الله. والله نيت حين البنك الإسلامي في شارع الكترا خلصت شغلي ورديت بعد وحط وبعد نفس الشيء أنا أبوه شو السالفة أنا ما أدري. أنا أعتقد والعلم عند الله إن حد مأجر هاك المكان فالي باركينج يشلهن أبوي لسيائر من الفرجان ويوديهن أظنيه الباركن هذا مش معقولة عين ابو العيل الواد كلهم يهد كلهم يهد هالكثر فيهم رحمه سايرين يزورون المرضى هالواد من المراجعين كلهم صاحين 16 انا يتخطرفوا ما شوف حد يعري ولا حد في دي خريطه الدويات ولا كلهم صاحين 16 انا معقوله هاي كلهم فيهم رحمه سايرين يزورون المرضى هذا كله كذب هذا كله كذب. اقولكم ما واحد فيهم شال دله قهوه ولا شال ابوي خريطه فيها فاكهه ولا سله ولا قريطيسه ولا باقه ورد ولا سله ورد وبنقول ساير مسير على حد مريض صاحين 16 ينقزون على كراع هذا في شيء ينبغى حد ابوي يسال وهاللوادم اللي وجبين سيايرهم هالكثر قدام المستشفى وين ساره وين هل بالسيايير هاي وين هل بالسيايير أبوك لو بيزورون المستشفى بيدم المستشفى إن طلعت العالم هاي كلها في المستشفى أكيد بيطبع بيدم مستحيل إن هاي في المستشفى مستحيل أظن أبوي مأجرينها حد أبوي من هالعمال يأجرهم حد دار اندرا ودار ما درا دار اندرا ودار ما درا دار اندرا إيه والله أكيد. والله إني ترشيت الصلاح قلت له تعال قال لا انا ولا من يأ بسير بن اياس. يا ربي يا صلاح العند والغياب اللي في الدنيا كله حينه تحت راسه يغايض ويعاند ما سده الا يغايض. والله هذا يوم يقول لك مكسوره وتبرد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله غرب الله اقول له شيء زاهد قال لي لا كان اظني هو صدقه يتريق لي اني اصفر اكثر اظني بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجي بكرة إن شاء الله بيكون مسرحي جدا العين عندي مراجعتين في دائرات حكوميات دائرة حكومية وزيارة مستشفى إن شاء الله وبيكون غداية في العين إن شاء الله إذا الله راد وبابات وبمسي وبابات عمبيلي تعرف وين سويت شغل ترتيب جديد هذا الشغل ترتيب جديد ما شامبي هاي اللومية الله يحفظكم كانت مكوخة تحت مرة الحين نش قال بابا سويت على شغل جديد ما يتطالع دردت بيني وبينكم ما لاحظت قال لي لا تعال شوف يوم يا ابني قال لي انت حين تدري انك انت تحت هاي الشيرة الاول ما تشوفها هاي الشيرة اللي تحتها والله يا ابوك ما لدريت ولا علمت ما ييت اللي ابوي مسوي معاريض راز مربع وحاط عليهم معاريض ومعدل ومزين ها مرتبط وسيام ومسوي دور ما دارها ها
وناهضنها حين ابوي المهبيها من تحت والباد والدنيا ما شاء الله مستريحه ومريحه غادي ابدا تحر ابوي حرمه مخاد خادمه الراس هاك الشونقي الفنان تحر شونقي 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 تبارك الرحمن خدمه زينه فنان مشكور يا شامبي. شكرا يا شامبي. هذا الدواء بعد يوم يخفون من الصلوب هذا اللي متركنا تحت زياده يحطون هذا الدواء عشان شرات الايدين يعني عباره عسب اليرح عسب ما تدخل بكتيريا وجراثيم في الشيره من الركون هذه يتقطعن. هاي لوميه لبنانيه لكن ما شاء الله عليها متعظمه غاديه بدنا ساكنه في كبد السماء. نظهر خاري عند النخل ها شوفها ما شاء الله ابتدت تبشر الهمبا ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. عامل السويت ليدي هاي سويت ليدي شوف ما شاء الله حجمهن شوف ما شاء الله طول الذراع شبرين وحده تقريبا بقول لكم 3 كيلو فيها 2 كيلو ونص الحبه الواحده في بلاد ما يقعد يهنمون ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا شكرا يا شامبي ثانك يو فيري ماتش. يلا خلي الظهر خاري خاري خاري. وهذا برتقال لكن من نوع البرتقال اللي يلافته خضراء وتغدي حبته على هالمتن وحلو شكر ريج عطني اياها القيواني نسيت والله شو اسمه انا دوم ازقر الا القيواني. شوف ما شاء الله الحجم يوم اقول لكم شوف الاحجام تبارك الرحمن. سنه بذرنا لا لا هاي ما جت مقمحنها هذاك غرب الله هاي وينها بسره بسره متجمح غرب الله هاك السر اقول لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوف اقول نسيت والله بذرنا نوع من انواع الفيفاي نوع جديد هبي جديد عندي انا ما تشز بذرت انا من كم من سنه حينه اكثر من 10-12 سنه كل سنه ما بذر الا هذا سويت ليدي شكر ريج وحجم في منتهى الروعه قالوا شيء شراته لكن احلى عنه ب 100 مره وعطوني عنوان والله وخذتنا منه وهذا موسم على فكره ترى هذا موسم بذر الفيفاي اللي وقت اللي بيبذر الفيفاي حين شهر 7 يازم بوي بقواطي في المحميه اللي فيه في الجرين هاوس شهر 7 و8 و9 و10 في اول في اخر 10 يتنزل يبرد الوقت ويطلع سهيل نزلوهن في الارض تاكل الفيفاي مالها هالوقت حينه من تقيض يقيض الاخلاص هاي الساعه تقدر تاكل منه من يقيض الاخلاص تاكل منه. اقول لكم هذه يلا يحفظكم هاي نادره العام جيت هالموقع احب انزل لكم الفيديو هاي نادره وهذا العز اللي قصينا منه هذه نادره هاي نادره ما شاء الله تبارك الرحمن وهي نادره شوف رطبتها هذه رطبه نادره احب انزل لكم فيديو مال العام بنزل لكم فيديو لعامي السنه كم خلى عليها 1 2 3 4 5 6 بارك الله فيكم هاي بتسه عباره حين عمرها 11 سنه طلعت العام عام الأول مطلعة بنت 9 سنين بلغة نادرة من الصرم النسيجي من الصرم النسيجي تمتاز نادرة إنها ما فيها طعام ها ها ما فيها طعام بلية طعام ما فيها طعام وطعمها غاوي كأنه شكر ها بلية طعام وشوفوا كم عذ يعني مبنشو هذه مبنشي وهاي صرمة خلا نسيجية كاملة طولها طول وعرضها عرض اللهم زد وبارك وحفظها من كل عين من كل شر وضر. يلا تصوير العام بتوني نزلت الفيديو تصوير العام والصرمة هاي نادر لها قصة الحين بعدها عليكم كلها. من أي نبات عاطلنا؟ هذا عادي نبات العادي ما في سبيشال هاك رياب لك لا لا لا, لا. ايوه سبيشال وين عيال وين حطيت السبيشال؟ سبيشالاتي هذا هي في هناك قدام البيت زين ولا ما في زين؟ ما في زين هذا يقول لك من تنقى طاح في سمونه ما باليد حيلة من تنقى هذا ابوي هي ايش بنسوي؟ لا حول ولا قوة شيء صار واستوى عاده
شيء صار واستوى. يا ربي هاي الخنيزية على أساس ها شوف بالله عليكم. خنيزية في نبات زيادة. نبات زيادة ما باليد حيلة عاد شو نسوي؟ دهونة. هذاك بيخ ما يديته. ما شفته؟ أنا ما أشوف. الله العظيم إنك أنت. هذا ما شفته. إيه والله غميضة يا أبوكم. دهونة دهونة لا حول قوة إلا بالله. هاي يقولك يتيك البهايت هو ييك من يبليك ييك من يبليك أنا جديد ومن سبب جديد ومنتج ما شيء شرات والله إني حطيت منه واللي حطينا من أبوي هذاكو صار أبوي دم فاسد واللي حطينا من أبوي حطينا نبات العادي الحمد لله نجح سبحانك يا رب الحمد لله. نخبركم عن سالفة الصرمة نادرة أول ما يتني هاي قصتها من البداية من طقطق من طقطق لين شو. السلام عليكم الله يحفظكم. هذا الموضوع قبل 14 سنة أنا ساير خوانيج مزرعة رجال الله يبارك فيه المراد وأنا عندي يقولي أبو محمد هذا على شفتوا الدلة الدلة هذه على كبر الدلة قريطيسات نايلون وأشوف فيه نخوص أقول له هذا شو هذا يعني حد زرع طعام؟ قال لا أبو محمد هذا هاي الصرم نسيجي مظهر نسيجي من انخلة اسمها نادرة. قلت له شو ليش يعني عندك تقريبا 30-40 حبة شو هن هايل وشو معناها نادرة شو اللي يميزها عن عندك انت خيار النخل؟ قال لي لا قال لي هذه تختلف عن كل النخل اللي في الدنيا العودة. قلت له خبرني. قال لي الموضوع قال لي بوي هاي نخلة لطوها بالصدفة عند المعازيب أو عندما يطاري المعازيب لأني ما فيه يظهر الموضوع مش دقيق أو معزب دون آخر أو لكن قالوا عند المعازيب الكبار. المهم هذا اللي صار واستوى شلوها وعقب ما اكتشفوا أنها بلية طعام خبروا هل بالجامعة ويو مال الأبحاث وشلوا الانخلة وودوها المركز مال الأبحاث وسووا منها نسيجي والنسيج مثل ما تعرفون متى يظهر عقب 3 سنين أو يوصل إلى ارتفاع ذراع عقب 5 سنين. أظهرت الكمية كبيرة سووا يمكن آلاف أو مئات الآلاف وجسموا المعازيب على الناس كلها يعني وتموا يعني كان الموضوع مثل اللي من محض الخيال لكن ما حد زرعها وطلعت عنده وضربت إلا قبل سنتين العام اللي تشوفوا التصوير هاي العامي هذا ما شيء قبل التصوير هذا أول تصوير. أحب أخبركم شو السالفة. يقول لي عاد أبو محمد عندك أنت 15 وين حقي 15؟ قلت في خاطري أنا أبو معقولة انخله بلي طعام ها أبوي هالكلام أبوي محض الخيال والكلام هذا مستحيل يكون صحيح. حط لي في سيارتي كانت عندي ستيشن هاك اليوم وانا جاي من دبي خطفت مزرعة يوسف خوري انزين وخبرته قال لي نزل لي هنتين نزلت لي هنتين. جيت انا بيتي هاي اللي انا فيه توه ينبني وخارح تحوي ما شيء يدار ما شيء وزار ان هالبيت كامل اي مكان حق صرمة وحده حق صار ما وحده. قلت حق كان عندي ناطور يسمون عمران موجود الحين من كم يوم صورته المراد أدا أقول له عمران شيء مكان قال هذا شيء مكان شو هذا بابا؟ قلت له هاي صار ما يقولون بلي طعام كان قلت لندوك مخبر خلنا نجرب نحن حطها في هالمكان هذا عند وجه الباب والباجي قلت الباجي أقدر رام كشرة لأني عندي يقين 100% إن الكلام هذا مش صحيح. كيف يعني رطب بلية طعام ما يليج في العقل هالكلام يعني من محض الخيال. هالكلام متى؟ قبل 15 سنة زرعناها الناس كلها حصلتها كم حد نزلها في الأرض الناس اللي حصلوا ونزلوها في الأرض عقبي أنا بسنتين بنت 5 سنين نزلوها أنا نزلتها بنت 3 سنين وطاف الزمان ويا الزمان وطاف الوقت وتبنينا وفرشنا وتحولنا
وكبروا العيال ويدرسون ويخطف الوقت ويجي الوقت يخطف الوقت ويجي الوقت. ويوم عدى العام خطف عدالي عمران شد فنش من عندي أنا هالبنغالي وضم بيوت إيران قبيسات. ضم عند القبيسات يقول لي بابا ما شاء الله انخلط حامل فيها حمال ومنبتة وما شاء الله محدرة انخلى. قلت له أي انخلى؟ قال لي هذه. قلت له ترى كل سنة تثمر هاي. قال لي لا هاي أول سنة تثمر. قلت له أنت شو عرفك؟ قال لي تحيد قبل 14 سنة 15 سنة أنت يوم جايبنها وقلت هاي بلي طعام. قلت له ما يليج في العقل. قال لي أنا أقول لك ما تطلعت وهاي هي اللي أنا زارعنها روحي. يا صادق تصدق نشينا يمكن إن كلام صدق. قال لي خلي سوي تجربة قرطسه بهذا الشاش النايلون هذا الإشارات الغزل ليه يوم قبط لأنهم نزل محدرين تقريبا خمسة أو سبعة عدوج كبار كل عدج كبر الكرسي اللي أنا فيه وكل بسرة طول الراي كل طول الصبع طول الصبع يعني طول أربع رايبات على ما شفتوا توكم في التصوير. يوم قرمت وحدة لأنها بلاي طعام الطرف الثاني بلاي طعام الطرف الثالث بلاي طعام وزغت لكم زياغ النصيزي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المعلومة هاي كانت حقيقة طلعت المعلومة حقيقة وصورنا العام لكم ونزلنا على الانستغرام والسنة عندي نزلت والعام ما طلعت والسنة هم طلعة وحين بتصور الحين توها ما سبقت أظني بتسبق في شهر ثمانية أول ثمانية انكلت بسرة والله يا أبوكم كأنك تقرم قرم شكر وانكلت سحة ولنها قند كأنها مح. شفت المحش قالي غدي هامد هالنمونة شيء لذيذ لا صار ولا استوى واللي هل بالمزارع سووا استنساخ ما يسمونه نسيجي وباعوا آلاف مؤلفة منه لكن آخر شيء انباع العام السينما شيء لأن سووا نسيجي من يد ويدي يبالي خمس سنين لين يستوي خمس سنين أي مشتل والله ما أتذكر شو اسمه اللي يقولون يبيعونه منه لكن مال الجامعة كأنه مال الحكومة أظني هب مال بيع مشترى منو بنكر وأزيدكم الشعر بيت سوت يمع العيال وكل ما سوت عيال نقشلهن ونجلعهن ونعقهن نشلهن ونجلعهن ونعقهن لين أزمت الحين فقير الصمعة صمعة وحيد بترة لا عيل ولا تيل ما دريت بهنها هالنمونة يا ربي كم لومت عمري وكم لأن كلامي لو كلمت الوادم هاك الأيام حطها يصدق كلمت هالبنخيل كلمت هال يا جماعة أول ما تبشرت وأول ما تأكدت من الطعامة اللي قال لي مشويصة اللي يقول لي ما بمحصل نبات اللي قال لي هذه بوية ما بمنبوتة هاي ما بنبتة ولا خربانة ولا طلع لا ما بخربانة هي هاي خلقت الله النمونة سبحانك يا رب. شو بقولك كم كذبوني هاك الأيام قالوا أبدا حيد وامرن بعيد لا صار ما يليج في العقل أن انخلب لي طعام. أنا أبو ثار كنت حتى صرمك مختلف عن العرب كيف يعني هاي نازل من السماء. قلت لهم هل كيت السالفة قالوا حيد وامر وتموا سنتين مكذبين لين لأنها شوفوا من تفسل هاي الفسيل النسيجي لين تبلغ من يوم هي هالكبير كبر طعامة كبر النسي كبر الشعرة لين تكبر لازم تبلغ بنت 15 سنة خمس سنين في القويطي هذا اللي كبر النايلون هاي كبر الدلة وعقب ما تتنزل في الأرض تكمل 10 سنين عقب تثمر. فأنا نزلت قبل الناس ما نزلت الوادم عقبي أنا بسنتين لو ثلاث. أنا استعجلت لأن ما صدق فشرت المكذب وطلع صدق. هي والله هاي السالفة عاد هذا أمه هذا بس عاد ما بعيد سألوا هاي مرة ثانية موجود بوي الموضوع على اليوتيوب موجود على الانستغرام. صلى الله وبارك كفى الله المؤمنين القتال. تدرون بحفيظ وين ساير؟ وين ساير حفيظ؟ وين يروح انت حينة؟ فلوس بلاد معاش؟ ايوه كم بتودي؟ ما في زيادة 20 مال بلاد 20 مال بلاد كم درهم؟ 800 ولا 900 جذاب أيوة. بس أيوة. وين باقي معاشات وين فلوس وين الدنيا اول خلاص ودي بعد المره الثانيه كل يوم تودي شيء
مشكل يوم وهذا الشهر وهذا مرة هي. بس علينا ضروري زين. هلا وغلا مرحبا خالد. خالد يتشرف بسنابك انا اليوم. حليل بدو. لكن هذا خرب السناب. لا والله والنعم بدو حليل. والله هذا ريال طيب. ليش الشرف اطلع في شاشتك بدي. السلام عليكم ابو محمد. يعني انا ما بجالس امدحك لان كل اللي يمدحك ما شاء الله فعلك يكفي. بس بقول لك يعني احنا حبيناك من انك الصراحه صراحه وانا خلني اتكلم من السعوديه من نجد يمكن اهل الشرقيه يعرفون الامارات اكثر. ما نعرف الامارات، الامارات مختفيه بالنسبه لنا. ما نعرفهم يعني داخل بيوتهم اقصد ولا اكيد اهلنا وحبايبنا ونعزهم ويعزوننا. لكن دخلتنا البيوت وعرفتنا التفاصيل اللي كنا ما نعرفها و يعني ما تصدق وش كثر انا مبسوط بهالشيء ذا. يعني عرفناكم، عرفنا اهلنا وجيراننا، تعرف اللي ساكن جنبك جارك وتصلي انت وياه في المسجد وتشوفه وذا ولكن تشوفه وذا ولكن ما تعرفه حقيقه، ما تعرف جوا البيت. عرفناكم والفضل يرجع لله ثم لك. واليوم عرفتنا باهلنا اهل عمان والغريب انه اكتشفت اننا واحد صدق واحد. لا قالوا انا داري نرددها ونقولها من زمان بس اليوم يا اخي الفرق بالاكله قرص ولا قراص ولا يطشد يا ضمه يا كسره بس المسميات واحده. يعني بالفعل انت جمعتنا مره ثانيه. الله يعطيك العافيه واستمر والله ما تصدق متميز من هالناحيه. علمتنا باللي تقل بدينا ننساه اننا واحد. ما قصرت بيض الله وجهك يا هند. ما يشبه جمالك سوى دبي متصدره الاول على الكون كله. دبي دار الحي وانتي لهابي يا شمسها وبدرها واللهله. هالكلمات الجميل المميزه لشخصيه مميزه يا هديه من صاحبه السمو الشيخه فاطمه بنت راشد بن سعيد آل مكتوم الشاعرة غياهيب. لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن يمعة آل مكتوم الله يحفظها ويطول بعمرها. أم الشيوخ أم الجميع الله يمد بجلها ويطول بعمرها ويحفظها سنين طويلة. تغنت بها الفنانة اللي محد شراتها في الدنيا العودة مطربة الإمارات الأولى أحلام وأبدعت وجادت وغردت وسوت اللي ما حد سواه. قرب الله تعدوها فنان حس وأداء وحضور ووجود فوق عن الزين زين. فما قصرت يا مفاهد، ما قصرت يا ملكة الغناء، ما قصرت يا الحنجرة اللي ما استوت شرات حنجرة في الدنيا العودة. بياض ويه من أول ما ابتديتي في الغناء لين اليوم متمكنة متمرسة شاطرة هبة ريح عن عشر عن عشر عن عشر فنانات، ما عن فنانة وحدة، عن عشر. ما ولدت شراتك ولادة ولا فسل رجل شرات جودة حنجرتك. الله يحفظك ويبارك فيك ويمد بجلك يا مفاهد. اسم هند مش مثل أي اسم. اسم هند روحي جاي انك مميز. اسم هند اسم قديم واسم حديث اسم تاريخي واسم عريق. حاليا بي من 15 و20 سنة وياي انتشر اسم هند بطريقة قوية بالأخص في دولة الإمارات. ناهيك عن الدول المجاورة اللي تعشق اسم هند. يوم يقولك بركات الجد يشرب الثيل أم الشيوخ هند كيف ما بيتسمى عليها. كل حد أبوه بيفرح باللسم وبس وعلى منو مسماي. اسم هند منذ الأزل ما تسمى أي حرمة هند. لازم الكريمات كريمات العرب يعني اللي الهن من أصول مش منها بودر ترى تسمي اسم هند في السنين الأولية. في السنين الأولية ترى بالأخص الأسامي وبالأخص اسم هند ما بمنها بودر بيتسمى اسم هند ولا يعطى أي حد اسم هند. اسم هند تسمى فيه الكريمات وبنات الأكابر ووجهاء الدولة بناتهم هاي تسمى هند. من أسامي الأسامي هند اسم هند يطلق على بنات وجهاء. الوجهاء مات مش أي حد يسمى اسم هند في السنين الأولية وهذا موجود في الكتب وكل اللي يعرف. واسم هند الناس اللي سمت في قبل 300 و400 سنة اللي اختفن تيمنا باسم
الهند روحها، الهند قارة الهند، فلذلك الناس تتباشر باسم الهند، تجارة وخير وخضرة وجو وخير وأنهار وفضل من الله سبحانه وتعالى، فالناس تتباشر بالاسم هذا لأن خضرة وماء وجه حسن كله في الهند ومن الهند. في العصر الأدبي والعصر الأندلسي والعصر الجاهلي كم تغنت العرب باسم هند، وكم عدت القصائد باسم هند. طال في هندو عتابي، هاي من أشهر القصائد العربية اللي انعدت في السنين الأولية. أمير الشعراء بكبره بجلالة قدره، تدروب شو قال أحمد شوقي؟ لقد لامني يا هندو بالحب لائم، وهو أمير الشعراء. فاسم هند اللي يميز اسم هند أنه لا يليق على أي واحد من الناس العادية، لا يليق إلا على اسم السيد الثمينة ذو المرتبة والجاه والمنصب، يوم مثل يوم أقول لكم يركب الفص على الخاتم، هنمو اسم هند ما يركب إلا على السيدة رفيعة الشان عالية المستوى. فكان في الزمان يعادل الاسم بالإبل، فاسم هند كان يعادل بمئة من الإبل، بمئة من الإبل، يعني من أثمن الأسامي يقدر بمئة من الإبل قيمة الاسم. روحه جبران خليل جبران شو قال؟ جبران خليل جبران قال يا هندو لم يخطئ أبوك. من وقت الجاهلية من استوت الدنيا العودة لين يوكم هذا كل عد القصيد وكل تغنى وكل مدح وكل أثنى وكل شكر على اسم هند. يا الله يا رب أنك تحافظ الشيخة هند وتحافظ كل حرمة اسمها هند، وتستر على أمة محمد أجمعين يا رب العالمين، وتصبحون على خير. يلا بس عاد عليكم.